الداء السكري عنده مضاعفات. السكري مرض خطير وصامت، والمضاعفات ديالو صعيبة بزاف على الصحة ديالنا، لأن المريض بداء السكري مرض مزمن، وأن المضاعفات تاع الداء السكري بزاف، منها البطر تاع الرجلين، منها الشلل النصفي، منها دياليز الكليتين. لذا كتشوفهم كل 3 شهور باش ما تطيحوش مضاعفات هذا المرض. وهاد الناس في كيمرضوا راه ما كيمرضش غير المريض، كتمرض الأسرة كاملة. صحتنا جميع. الأحد زوالا على دوزام.